يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبل أشهر صورت لإخراجي بطاقة أحتاجها. يقول قبل أشهر صورت لإخراجي بطاقة أحتاجها، فبقي عندي صور لي، فهل يجوز لي أن أحتفظ بها عند الحاجة؟ ما يجوز لك هذا الاحتفال بالصور التي زائدة عن حاجتك، حاجتك انتهت وهي أخذ البطاقة. وإذا جد ضرورة مرة ثانية يجوز لك أن تصور لأجل الضرورة، نعم، ولا تحتفظ بصور، نعم.